مساء النور، مساء الخير. احنا كنتواجدوا في الطريق اللي كتجيب من سيدي سعيد في اتجاه تولال وكلية الحقوق. هاد الرومبو ندى اللي صار لي زمن ان تحل الطريق، وقلنا شحال من فيديو تحل الطريق هنا على اليمين تتخرج في حي السلام، وهاد الرومبو ندى راه خاصينو لي بروجيكتور يتزادوا فيه بشكل عاجل ومستعجل. هو الطريق هادي تبدلوا لها الضوء ديالها بواحد ليد، باش يمكن ان الناس تمشاو فيه. طريق 7023. هاد الطريق هادي اللي جينا منها دابا قبل قليل حتى هي بروغراميه في التهيئه الحضريه، نتسناو فراج على ذات المشروع ديالها ان شاء الله. ان اعادة تأهيل ذلك الطريق مهم، سرتو انها جاية مرتبطة مع الطريق اللي كدير له تورود. هذا 7023 بما في ذلك هذا الرومبوان هذا اللي غندوزو فيه دابا، واللي خصو باي طريقه خصو يرجع للور شويه يزيد الدكالا باش يجي مع ديك الدخله اللي كتدخل الكاميليا. واللي مالا اللي مالا تكون هنا عاوتاني على اليمين، تكون طريق اخرى كتدي وتجيب اتجاه ديال تولال. كلما كثروا عندنا لي زارتير طرق الشرايين النابضه كلما مزيان القضيه. هنا فين خص يولي الرومبون في هذا البلاصه قبل من هذا البراج، ومازال كنتسناو هذا الطريق هادي تشعلوا لنا الضو فيها. ركبتوا البوطويات، ركبتوا البوطويات، بقى لكم تشعلوا الضو. هذا الطريق هادي كلها خصك تشعل فيها الضو. أمر بوطو يتركبين، يلا سلامات. ايوا خص الشركة سربينا طلقنا الفراجة، رانا غمضو عينينا نحلوها عاوتاني نلقاو شر واحد جا، ما بقات لنا والو. ها هو عاوتاني المعرض الدولي للفلاحة مقبل ان شاء الله. هاد على الاقل الناس اللي هما ما زاروش المدينة من هادي مدة يجيو يبان لهم ان راه تصوبت عدد المقاطع الطرقيه. الاضاءه ديال هذه الطريق هذه هي والدخله اللي كتدخل هنا للتلال، الاضاءه تكون مزيانه راه ولا الامر ولا مهم، ومهم بزاف وبشكل مستعجل. رجاء مكلفين يعني جهه فاس مكناس خصوصا الوكاله الجهويه لتنفيذ المشاريع لاريب، لاجونس ريجيونال ديكزيكسيون دي بروجي ديال جهه فاس مكناس، هي المسؤوله على المشروع، هي اللي موله التمويل ديال الجهه و يعني لو سويفي تكنيك المراقبه التقنيه والماليه كتقوم بها هذه الوكاله. خصهم يسهروا على هذا الامر هذا بشكل مستعجل. وخص المديريه ديال التجهيز مشكوره اللي هي مشرفه على الطريق اللي تصوبات، خصها تضغط على المقاوله اللي صوبات هاد الاشغال هادي باش دير لنا تشوير تراساج والبلايك. هانتوما هاد المسافه كامله دابا حنا اللي غاديينها راه كلها فيها بوطويات، قاتلهم يركبوا البالي ويطلقونا للفراجه ان شاء الله. نصوروها في مرحله مقبله ان شاء الله، نصوروها مضاءه شاعل فيها الضوء. هذه والطريق اللي الوطنيه رقم 6 حتى هي. نتمنوا ان هذا الشيء غادي تنجز في هذه الايام هذه، ما نبقاوش جالسين عاوتاني تنتسناو عاوتاني شهور ولا اسابيع طويله. يا
هذا بخص ضروري يشعلوا هذا البالي هذا. ومثلا هذه صوبوها طلقوا لنا الضو ديالها، ركبتوا لها البالي ديالها طلقوها. الرومبوان هذا اللي جاي حتى هو سوي يكونوا فيه بروجيكتورات يبينوا من البعيد. ما ننساوش هاد المثلثات هادو اللي هما في الجن على اليسر اللي في ثلاثه في اربعه الاتجاهات، خصهم كاملين يتعاودوا. هما هاد الرومبوان هذا حتى الرومبوان خصهم يعاودوا له الشكل ديالو. عاوتاني هاد الطريق الوطني رقم 6 عامل فوتويات راكبين. بغينا الحاجه تكمل، هي راه الشركه عندها 10 شهور على حساب الكيت شارج، غير حنايا تنطلبوا منهم انهم يسرعوا الوتيره وانهم الله يجازيهم بخير يسلموا لنا هذا الشيء هذا، نشوفوه مسلم قبل من 10 شهور. غادي نكونوا شاكرين ليهم ان طفى هذا الوقت ديال شهر يعني في اواخر السنه الليل تبدا يطيح الظلام دغيا، والناس كينوضوا اللي كينوضوا في الصباح بكري يجيو لخدميهم تيكونوا غاديين تيمشيو في الظلام. اما البطويات هنايا كلهم راكبين على الطول ديال هذا المقطع. كانت الخدمه كانت واقفه حد هنا تقريبا في البطويات، غنشوف واش مازال زادوا شي عدد البطويات اخرين. على ما حسب ما يبدو راه تزادوا هادو، يعني راه الشركه رجعت تستنف الاشتغال ديالها من بعد ما جاوها ما توصلت بلي بوطو. هما تقريبا النص ديال الطريق هذه هذا كله تزاد النص حتى الرومبوان. وكما قلنا الرومبوانات لي رومبوان خصهم تكون فيهم اناره قويه. هذا بالنسبه للاخوه اللي قالك فين وصلت الاناره، البوطويات راه ما كانوش واصلين لهذ البلاصه هذه. ها هما دابا حنا غاديين حدا في الاتجاه ديال لوطيل من زه الداليا، يعني هنا ما كانوش البوطويات. ها هما البوطويات. اذا الشركه راه استنفات الاشتغال ديالها على البوطويات. ها حنا دابا حدا لوطيل ديال من زه الداليا. انا تنقلوا معكم الامور بكل حياديه، يقولك شي حد كتدافعوا على الجهه ولا كتدافعوا على الوكاله ولا كذا. صوبات الحاجه كنقولوها ما تصوبتش راه تنقولوها وصافي. اللي تيهمنا هو تتبع الاوراش، فين ما كانوا الاوراش تنتبعوهم. ومازال غنقول لكم اوراش اخرى في مدن اخرى. هنايا راه ديك القناه ديال حمايه مكنس من الفيضانات، هما هاد الاليات اللي كاينين علي من هنا اللي قربوا للديكاتلون، وراه هذا هما اللي غادي يحلوا لنا المشكل ديال اي مشكل ترى على مستوى الاناره على مستوى الفيضانات ولا امنيه الامطار مستقبلا. راه كاينه واحد القناه غادي تمشي هنايا في جنب ديال الطريق، هنايا غاده راه غتوصل حتى لحدا مرجان وغاده كماله. حنا غادي نزيدو نكملو نشوفو فين وصلوا بهاد البوطويات هادو. المهم هما وصلوا البوطويات حدا مرجان، يعني هذا راه تقدم ديجا ملموس، يعني هاد الشركه راها تخدم. كما قلنا خصنا لي رومبوان يكونوا فيهم اناره مزيانه، وهاد البلاصه هادي اللي دائما تندوزو حداها تنهضروا عليها هي ضروره ديال انجاز ديال واحد الممر تحت ارضي. كاين اللي كيسميوه تونيل، حنا كنسميوه لومو تكنيك، هو تخيمي، ممر طرقي تحت ارضي، اون تخيمي، من اجل اننا يعني تا لي مو تكنيك يتعرفوا الناس يحاطوا علما بهم. يا لسيتي هاد الرومبوان دابا هذا. دونك كما قلنا الاعمده راهم تبارك الله تنزلوا واحد العدد كبير منهم في هذه الطريق هذه. هنايا هي اشغال حمايه مدينه مكنس من الفيضانات. هنايا دايزات القناه حدا هاد البانويات هادو اللي هنايا دابا في الطريق، يعني اللي من راه دايزه قناه ديال حمايه مكنس من الفيضانات. كاستمرارية الورش ديال التركيب ديال الإنارة
اما راه البوطويات اما وصلوا حدا الرئاسة الجامعة. حنا اليوم راه هو 21 نوفمبر، هاد القوات السادو اللي كتشوفوهم هنا راه هما خاصين بديك القناة ديال حماية مكناس من اخطر الفيضانات. هاي راه غادي هنا على مور التروطوار، التروطوار للداخل. دونك اخر بوتركب هو هذا اللي قدم لينسام من اللور، قدم داك المركب الرياضي ديال لينسام. دونك حنا المطلب ديالنا تنطلبوا من الشركه مشكوره ومن الناس ديال الوكال ديال لاجونس لاريب اللي كتكلفه بالسويفي ديال هذا المشروع هذا، رجاء البلاصه اللي ركبتوا فيها البوتويات ركبوا لنا فيها المصابيح ايضا، وتلقوا لنا الاناره بعد من لوتوروت حتى لحدا لافاك ديال ليكونومي خصها تشعل. وهذه ما بين رومبوان ورومبوان الجزء اللي خدمتوه تلقوه لنا مشكورين. حنا تنوصلوا لكم الرساله ديال الساكنه، نتمنى ان شاء الله تعالى تلقى تفاعلا ايجابيا. وهذه الطريق هذه هي والاناره ديالها تيبقاو مكسب كبير. واحد العدد الاخوان يعني تيشيدوا به لانه امر مهم ومهم بزاف. الاناره فاش تركب هنا فاش تشعل هاد الاحياء هادو ما غيبقاوش معزولين، ما يبقاوش يبان لهم بحال بحال خرجوا من 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 بعادين على المدى الحضاري. صافي راه هما تيوليو مرتبطين ب مرتبطين ب يعني ب بمكناس ان شاء الله يا ربي. حنا دابا حدا اتقداو دونك على حساب الوتيره باش غادا ديك الشركه في تركب الاعمده تنظن والله اعلم يعني في اقل من شهر غادي يكونوا الاعمده كاملين ركبوا ويبداو يركبوا المصابيح ان شاء الله. هذا على حسب التوقعات ديالنا بالعين المجرده، وكما قلنا لي رومبوا خص الاناره فيهم تكون قويه باش يبداو يبانوا من بعيد. هذا حي اناسي، حي اناسي اللي حتى هو حي جديد خصها فقط خص تكون واحد العمليه ديال الاعاده ديال هذا الطريق هنايا لانها فيها شي بلايص اللي هما مضغضغين. الدولة خص المسؤولين يبداو يزيروا المقاولين النهار الاولاني اللي داروا التجزئه انهم يخدموا خدمه متقونه وتكون منجزه كما ينبغي. تبارك الله عليكم، الى اللقاء.